هاي لزامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كلكم بخير على خير. وانتما كتشوفوا لا فيديو ديالي، كيف ما شفتوا في العنوان اليوم في هاد لا فيديو، شو اليوم غادي نكتشفوا اسراري، الماضي ديالي. هنا كاين الماضي ديالي لزامي. اليوم غادي نشارك معكم الماضي ديالي. كنت كنطوف في البيت، ماشي كنت كنطوف في واحد الصندوق، عندنا واحد الصندوق ماما كتخبي فيه داك الشيء، ماشي القديم، الخوامي وداك الشيء عرفتو، والمانط. وانا كنت كنقلب على واحد الكتاب ونلقى هاد الالبوم. انا هاد الالبوم كنت جامعاه شحال هادي قبل ما نتحولو، كنت جامعاه ودرا فيه تصاوري. وانا نقول والله حتى اليوم الشوها، اليوم نشاركو معاكم العظامي. هاد راه البوم سحري، هذا دير لقاه شي واحد راه يقدر مستقبلي يضيع. هاد الالبوم شنو غنوريه لكم؟ تصدم مستقبلي يضيع، انا ما تسنت شي واحد يخرج عليا، نخرج انا الاولى على راسي. غادي نوريكم كاع التصاورات اللي كاينين في هاد الالبوم العظامي. ما تضحكوش عليا عافاكم، الله يستر عليكم، ما تضحكوش عليا. صافي نشوفوا الماضي ديالي كيفاش كان. هاد الالبوم فيه تصاوري ملي كنت صغيره حتى مشيت لدابا، حتى لشي عام دابا. يلا نفتحوا الالبوم، غنفتحوا الالبوم باول تصويره العظامي. واو شي زوين. انا غادي نخلي لكم التصويره هنايا لازامي باش نبعد شويه، نخلي لكم اي تصويره نخلي لكم هنا لازامي. شفتوا دابا هاد التصويره؟ كنت لابسه الموف، هنا غنكون كانت عندي شي 7 سنين. اي هي هي على الزين، شوفوا شوفوا الصبيبيط، ويلي ويلي شحال كتفني. وانا شوفوا الشعر كان رطب يا اختي نايل، شعري كان زوين. شوفوا شوفوا اللبسه شحال زوينه، شوفوا عليا جمال. ويلي 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 كش قرعه، ويلي ويلي كش قرعه، ويلي ويلي كش قرعه. شوف شكون هادي؟ هادي كتجينا من العائله ما كنعرفهاش. شوفوا لزامي هادي، انا كان عيد ميلادي هاد النهار عاقل عليه، كتفني وانا شوف عرفت شكون هي هادي. راه ما كنعرفهاش. ويلي ويلي اصحاباتي القديمات. شوفوا هاد العالم، عرفتي بهاد التصويرة لزامي كان عيد ميلادي. معرفتش علاش ماما كندير لي كوب كارسون، قالك كان فيه القمل. ايه علاش كندير لي كوب كارسون؟ ولكن كان شعري رطب. هادي اللي دايره نضادر، هادي سارة بنت بشعيب، هادي اللي حداها يسرى، هادي معرفتش شكون هادي. هادي كاع ما كانت صاحبتي، انا ميمكنش نصاحب واحدة قد هادي كبيرة اللي لابسة الغوز، ما كنعرفهاش. هادي منال اللي لابسة كسيوة بيضة، منال ختي يسرى، وهذيك اللي ملي هي اختي امينه. نير امينه اختي كاع ما كتشبه ليا يا ربي السلام. نير امينه اختي كي كتبان امينه اختي كرده، حنا عندنا الشعر طب. او واش كنت كنشوف هاد التصويره لزامي. هادي راه انا، شحال كنت زوينه. غنخليها لكم هنايا. كنت كنقول ليهم فاش كنت صغيره كانوا عيني خضرين، كنت ديما كنكذب على الناس، وانا عمر عيني ما كانوا خضرين، كان هذاك الفوتوغراف كانت ماما كتقول لي خضر لي عينيه. شنو زعما ما كانش ما كنتش عاجباها؟ مولاي هي عينيها خضرين ولا با عيني خضرين؟ مشي ولدوني عينيها خضرين، هما اصلا عينيهم ما خضرينش. ولكن شوفوا كنت زوينه يا ربي، ولدت شي بنيه بحالي. انا كنشكر راسي، شوف الجمال. ايه تصورت ماما هادي، هي هي على ماما. ويلي ويلي انا عاوتاني كان عيد ميلادي. واو شوفوا غنخلي لكم التصوير. شحال كتفني وانا كنت كنحل لي كادو. شوفوا هاد بونبون مالي زيد الريحه، كان حماق على ملي كنت صغيره وما كيجيبوا لي الكادوات، والفيليلات ومونيكا كون جابوهم ليا على فلوس. شوفوا الزين بلاتي. هادي اختي، هذا خويا. شكون هادي؟ انا والله ما انا. ولي 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 على الطيحه. هادي عفره، دابا انا كبر من هادي. هادي هيبه، هذا ايمن خويا. ناري ناري شوفوا كيفاش كنت لزامي، كنت مسندره كيفاش مزيان. شوفوا 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 على فطيحه. وي هي بقات في لاغوب، ماما غنبقات عليا بهاد لاغوب غوز. شوها بينا، شوف اصلا كنت حاقده بينا ما عجبنيش الحال. هادي ماشي ديالي، هادشي ماشي ديالي، هادشي شوفوا هاد التصويره بلاتي نوريكم، حيت انا كاينه ماما وما نديرش الزيف. او كتفني وانا الصراحه بقوصه كنت. شوفوا ليزان، انا واختي كنت شابوش ليكم، هي اختي زعره وانا يا حروفي ماكشي زعرين. ناري كنت زوينه ما شاء الله، ما تبدلتش بزاف ياك؟ قولوا لي في لي كومونتير واش تبدلت بزاف ولا ما تبدلتش بزاف. ويلي وليت هنا كان عيد ميلادي، شوفوا
تفنيونه. ولكن شنو هي هاد الكويبه اللي كان دار ليا ماما؟ مسكينه اختي كتبها بحال شي متشرده. شد الكويبه ما كوب غارسون ما حتى حاجه. يدعو لي هادشي دي فضائح. شوفوا شوفوا ايمن خويا كان بوغوسطه وماما كانت مخضره لي العيني. ما عرفتش علاش تقول الفوتوغرافي خضر لينا عينينا، ما فهمتش علاش. وانا كنت كنقول لهم ملي كنت صغيره كانوا عيني خضرين، كبرت هما يكحالوا. الله يمسخني كذابه. هادو ماشي انا، هادو ما عرفت اش فيه. بلاش نشوف هاد الالبوم الصغير واش فيه. لا هاد الالبوم ديال خوتي. شحال هاديك زوينه ما شاء الله. شوف نخليها لكم هنايا. شوفوا خويا شحال كان زوين تا هو ايمن. ماما كان هنا كانت 27 وماما كانت دمك شخيت. شوفوا اختي مخرجه عينيها شنو هي الضحكه. نالك عندنا الفم كبير، فمنا كبير كلنا. ولكن انا سبحان الله العظيم من صغري وانا متبته متبته عاطمي متبته. انا راه كنت كبيره ما كنتش صغيره. شوفوا رجلي عوجين. انا كنت كنا في هذاك المعرض اللي كحدا جامع حسن الثاني. كان رمضان، كان رمضان وانا كنت عريانه. لا ما كانش رمضان، كان رمضان وكنت باقا صغيره كاع ما كان صوم هنايا. كان ورا الفطور خرجت ماما داتنا المعرض. شوفوا انا خويا ما عرفتش منين كنت كنحبس الضحكه. وقال لك انا سناني عوجين. واو شوفوا هنا كان عيد ميلادي يا زامي. شوفوا انا ندرك لكم اختي الكبيره، ندرك لكم وجهها حيت ما تيبغيوش يبان. شوف انا كنت كبيره شويه. هاد الصوره كتحمق لي بزاف. شوفوا الجمال اي شحال كتفنيونا. شوف كانت مقطعه القصه هكا والضحكه شحال زوينه. قولوا لي تبدلت بزاف على زمان ولا شويه؟ انا جاني راسي ما تبدلتش بزاف. يا ربي نولد شي بنيه بحالي. ناري هناك كنت كنقرا وقري في السينكي وانا اللي كنت كنقرا في كاتريام. كان شعري زوين كي انا كنت خايبه. كنت لابسه الحمر زعما راه هادو حوايج العيد. دابا كنعقل على هادو كانوا حوايج العيد. كان يشرشهم لي ماما في العيد وكنت دايره شعري هذاك البابيليز. ولكن سناني ما عرفتش مالهم كانوا هنا. فهمت انا سناني زعما عمرني ما درت لي باك. علاش كانوا عاوجين تقادوا راسهم؟ شوفوا كان شعري فين كيحمق كان طويل. شوفوا انا كيف بقى فيا غير شعري. شوفوا انا قلع في هاد الصوره انا فيني. شحال كنت زوينه. هنا كان عيد ميلاد مروه اختي فاضل. ما عرفتش شنو هي هادي. ما عرفتش شكون هما هادو كنعقلش عليهم انايا. هادي انا هنايا ماما كانت منقفاني. كانت ليلة 27 ماما نقفاتني. هادي شي شريطة هادي محروقة اصلا. ولكن ماما مسكينة كانت ديما كتنقفني. ويلي ويلي شحال كنت زوينة يا ربي. هذا كان عيد ميلادي. شوفوا الضحكة انا واختي. انا عاوتاني كنت كبيرة هنايا. انا كنت كنقرا وقرا في السيزياماني. ماشي السيزياماني وقرا غير سانكياماني. كنت غلايه وضه هنايا. انا كنسمع عرض لواحد العرس وديك الساعه ما كاينش عندي مع التكاشط. عدوي لبستكش هذاك كنبغي نبان مع عرس سبور سبورتيف. كنت لابسه هاد التريكو ديال فين ديال التريكو ديال فين دي كانوا يلاه خارجين. وكان عندي كان عزيز عليك كنلبسو بزاف. ما عرفتش علاش يلا افكار كانوا عندي اغبياء. كان شعري زوين كدير الكويب بالمشيطه. غير هنا عاوتاني كنت منقفه. ويلي 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 عرفتي كلشي على السنة. شوفوا هاد التصويره على زاني. كلشي على السنو لابسه خضر بحال العروسه. ويلي ويلي ولا شوها حيدو لي هادشي. شوفو انا كان عيد ميلادي هادي فردوس لي انا هازه. خليكم تصور انا لزام. هذا سعد ولد خالتي سعد ولد سفيان. سفيان هذا ولد خالتي خديجه. شوفو شوفو اختي عينيها مقلوبين. ايه انا كنت كنقرا في الكاتريام ماشي في الكاتريام في السابعه وقيله السابعه ولا الثامنه. انا وخويا الصغير مشينا نتصور التصاور ديال المدرسه والتصور الكبيره. قالوا لينا شنو زعما واش تصور بوحدك انت اخوك اللي صورني انا وخويا. ولي 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 ولي
كريمو التربنا نال كريمو غيشوف هذا الفيديو غيحقد. هنا انا واسيا صاحبتي وكريمو. اسيا ما تبغيش تبان اوف كورس نضرقوا اسيا. دابا انا باقي نعقل على هاد النهار كنت نقرا في السيزيام وين كنت دخلت نتصور ونطلق مع كريمو اسيا ماشي تلاقيت بقى اسيا كانت معايا وتلاقيت مع كريمو. وكريمو قال لي وير نتصور معاك التصويره الكبيره ديال الكبيره حيت كيكونوا صغار اللي غادي للمدرسه والكبير تصور معايا. سبحان الله كريمو وكريمو مش بديتش انا كنت غلاوضه هنايا. كريمو غنشوفو هنايا كنت كنت كنقرا في السيزياماني وكنا معروضين لواحد العرس جد زوينه الصراحه عجبني راتب هذا العرس لبست واحد القطان زوينه لازامي هادي امي جداتي وعندي بزاف ديال التساؤل. شوفوا هادي اختي الكبيره فاش كانت صغيره قولوا لي واش كنت شابه انا وياها كنت من بحال انا. او شحال كنشفنا اولا لا اولا لا اولا لا اولا لا شوف امينه اختي ديما بوزات ديالها في شكل نخليكم الصوره هنايا شوفوا لازمان هادي اللي لابسه موف مروه اختي الكبيره هذيك اللبسه صفر امينه اختي اللي كبر مني وانا هي اللي واقفه زعت فراسي هنا عبتني كنا في داك في داك العرس كنت سمراء هنايا كنت كنتبحر كي كون دغيا كتشد فيا الشمس شوفوا كنت سمراء لي زامي انا وامي هنا عاوتاني كان عيد ميلادي بنات دربنا ويلي 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 على بنات لالا بنت لالا منانا شكون اللي كتلبس ازرق في بنات لالا منانا شكون هي هذيك بهيه بهيه عرفتوا هاد الجلالب كانوا خارجين كانوا كيلبسوهم بنات لالا منانا ماما خيطت لي وحده الفغا بوبيير في الزرق كانت لي 27 عاوتاني داتني صورات الضحكه كلشي على الضحكه والكويبا هنا كنت انا وماما مصورين واو شحال كنت زوينه البراءه يا اختي شوفوا لي زامي كتحمق ودابا لازم غادي نوريكم اخر تصويره اللي كتحمقني بزاف هاد التصويره غادي نكبرها وغادي نديرها فشي كادر وغادي نعلق هاد التصويره راه ما يمكنش داك الحماق على حتى هي كنت منقفه في 27 انا غادي نخليها لكم هنايا فالزين زوينه هاد اللبسه شحال جاتني كتحمق انا جيت زوينه وضحكه زوينه كويبه زوينه والتاج زوين باقا نعقل فهاد التصويره كنت منقفه عند المصور بودراع في الولفه حيت كنا كنسكنوا في الولفه و التكريطه كانت عنده كان داكشي عنده هاي كلاس ايوا صافي لازامي تفكرت بزاف د الحوايج مع هاد التصاور اقسم بالله اي تصاور عندي معها ذكريات وحق الله العظيم هادشي زوين احسن حاجه هو هادشي التصاور اللي كتبقاو تشوفوا فيه زوين والله صافي لازامي كان هذا هو الالبوم ديال تصاوري مضحكوش عليا في التصاور اللي فاتوا كان زوين علاش غتضحكوا عليا اصلا جبدوا تصاوركم نتوما تشوفوهم صافي بغيت نبارطاجي معكم هاد التصاورات وملي كنت صغيره وداك الشيء حتى لدابا دابا راكم كتشوفوني داك التصاور في انستغرام ديك الساعه ما كان انستغرام لا لا والو كان غير فوتوغراف كيصور كيخرجي تصاور هادو هما احسن لحظات الصراحه ونسبيغ يعجبكم لا فيديو الا عجبكم لا فيديو قولوا لي كي جاكم التصاور في لي كومونتير وديروا لي لايك بارطاجيو لا فيديو ديالي مع صحابكم وباي باي.